المباراه وكمان الاجواء الخاصه باستاد القاهره. خلينا نروح سريعا لاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير عشان يقول لنا كل الاخبار وكل الجديد على منتخب مصر. يا محمد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى جميع مستمعينا في الكرام في مصر الاهلي ودايما كالعاده كده متواجد يا امير. ربنا يخليك يا ابو حميد. طمنا على منتخب مصر، طمنا على الاجواء عندك دلوقتي عامله ازاي؟ يعني هو الاستاد بدا الحضور الجماهيري من الساعه 1 الظهر النهارده يا امير. في اقبال جماهيري كبير لغايه دلوقتي، طبعا الساعه 6 و7 ده الاستاد بيتقفل، يعني معظم الجماهير خلاص دلوقتي ده احتياطي الدرجه الثالثه وشمال ويمين. جماهير الدرجه الاولى بدات برضه في التواجد والتوافد بصوره كبيره. كويس. معظم مدرجات الاستاد كلها اتملت خلاص، طبعا زي ما متعودين كل ماتش الاغاني الوطنيه والاغاني التحفيزيه للجماهير، وطبعا وقاعدين الجماهير يعني خلاص اتعودوا عليها، وآلة الكوفوزيلا او آلة التشجيع الكوفوزيلا اللي موجوده في مصر في كل دول افريقيا بكثافه الملاعب دي برضه مسيطره على معظم الجماهير. مزعجه بس يعني خلاص الناس اتعودت عليها فهي بتعمل الحاجه دلوقتي، يعني بقى لها صدى في الملاعب دلوقتي وبقت خلاص الجماهير اتعودوا عليها. المنتخب يعني 7:15 من فندق الإقامة للملعب. كويس. هيوصلوا حوالي 7:15 معظم اللعيبة خلاص كلها يعني جاهزة، أحمد حسن كوكر هيغيب لعدم الجاهزية، لكن هو سليم، لكن هيغيب لعدم الجاهزية إن هو بيعمل تدريبات تأهيلية للسنين اللي فاتت دول، والجهاز الفني فضل إن هو عدم الدفع بيه، هو يبقى متواجد على دكة الاحتياط كمان. معظم التشكيل يعني العناصر الاساسيه اللي شاركت في الماتشات هي اللي هتشتري من الماتش ده غالبا. سمعنا بعض الاخبار لكن لغايه دلوقتي لسه ما تاكدناش منها يا امير ان عمر جابر ممكن يبتدي شمال، لكن لسه ما تاكدناش من صحه المعلومه لغايه دلوقتي. دي تبقى غريبه شويه دي يا محمد، يعني عمر جابر اصلا مش عدلته، بيلعب مع بيراميدز كده شويه او لعبها كذا مره كده، لكن في نفس الوقت ايمن اشرف ماشي بشكل جيد. وايمن اشرف هو يعني الجهاز، يعني ايمن اشرف عنده حاله اعلى من الجهاز. يعني ده معلومات لكن لغايه دلوقتي مش يعني مش بنسبه كبيره يا امير. تمام. يعني هو ربع ساعه تشكيله باسم عزبان. معظم العناصر الثانيه هتشارك، محمد شناوي في حراسه المرمى ومحمود علاء واحمد حجازي في الدفاع. احمد المحمدي يمين، خط الوسط النني وطارق حامد، تريزيجيه وعبد الله سعيد ومحمد صلاح ومروان محسن. وبرده يعني في كلام برده ان وليد سليمان ممكن يبتدي الماتش على حساب عبد الله سعيد، لكن يعني عمر جابر ووليد وعبد الله ووليد سليمان ممكن يبتدوا الماتش ده، الكلام سمعناه الساعات الاخيره دي، لكن ما فيش حاجه لغايه دلوقتي مؤكده. يعني ان شاء الله ربع ساعه بالظبط التشكيل الرسمي هيبان، ولو كده ممكن على دخل ثاني نقول التشكيل الرسمي ان شاء الله يا امير. اكيد. معظم اللعيبه جاهزه، محمد صلاح جاهز، خلاص كان عنده نزله برد او بيقال ان هو كان عنده نزله برد، لكن هو سليم وجاهز للماتش بنسبه كبيره خلاص. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه موجوده. عمرو ورده هيظهر النهارده على المدرجات وقد يكون بديل النهارده للمنتخب، لكن اللي اكدوا لك ان هو مش هيتم الدفع فيه في اول تغيير او ثاني تغيير، ان هو خوفا من الجماهير او خوفا من الجماهير تقابله وحشه او حاجه او بيحصل مشكله او صدام من المنتخب في غنى عنه، لكن نتيجه الماتش كانت هتحدد بنسبة كبيرة مشاركة عمرو ورده في نفس التوقيت في أنهي توقيت بالظبط. طيب بالنسبة للونش أخبار إصابته إيه؟ هل هو خلاص جاهز طبقا لحالته يعني؟ هو جاهز الطبي، هو كان عنده كاتمة إمبارح وعمل له جلسة كبيرة كده، ولكن الدكتور محمد أبو النهاردة والجهاز الطبي المنتخب أعلن إن هو سليم وجاهز للمشاركة في حالة الاستعانة بيه، لكن يعني هو معروف يعني احمد حجاز ومحمود علاء هم العناصر الاساسيه، وبعدهم باهر المحمدي كتير في حاله الاستعانه بمدافع او مساك، لكن حمدي الورش جاهز وجاهز للمشاركه. ده كان زي ما قلت لك باهر في حاله تبديل، باهر هو الاقرب للمشاركه على حساب اي محمود علاء او احمد حجاز. طيب محمد انا عارف ان انت قريب قوي من معسكر منتخب مصر ودايما بتبقى متواجد يعني في المعسكر، عايز اعرف ازاي المنتخب الوطني المصري استقبل نتيجه مباراه المغرب وبنين بالامس وتاهل المنتخب البنيني في مفاجاه كبيره جدا، وهل كان في تحذير كبير من الجهاز الفني منتخب مصر للاعبين قبل مواجهه جنوب افريقيا النهارده؟ هو يعني هو انتصارات المغرب امبارح تحديدا يعني جت مش عايز اقول انها حاجه ايجابيه للاعيبه المنتخب، الناس حفزهم
هو في منتخب كبير ومنتخب صغير في دور 16. الماتش الانديه لازم طبعا كله بيلعب تليفون، كله بيلعب لتحقيق الفوز. كويس. منتخب المغرب طبعا منتخب من المنتخبات المرشحه جدا للفوز بالبطوله، لكن حصل مفاجاه امبارح للجميع مش للمغرب بس. المنتخب طبعا ما بيقابلش فريق صغير يا امير، بيقابل جنوب افريقيا فريق مبيض طبعا، رغم ان الخساره قدام المغرب وكوت ديفوار، لكن هو خسر من فريقين يعني مرشحين للقب. خسر من المغرب في الدقائق الاخيره في الدقيقه 88 او 89. منتخب قوي عنده خط دفاع مميز جدا، يعني ده كانت تصريحات مستر اكيد، وقال لك عنده بعض اللعيبه المميزه في خط الوسط اللي تعرف توفر لعيبتها للهجوم. نتائج دور المجموعات طبعا نتائج فاجعه في بعض الاوقات، دليل ماتش المغرب يعني ان شاء الله ماتش صعب جدا. انت ما تلعبش فيها الغرب بتاع الفرقه كانت فايزه قبل كده في بطوله كوبا افريقيا، عندها عناصر مميزه، عندها عناصر محترفه في انديه محترمه، لكن ان شاء الله النهارده الجماهير يعني طبعا العامل الاساسي اكيد فوز المنتخب في الماتشات اللي فاتت، ان شاء الله اللعيبه يظهروا الصوره كويسه النهارده ويظهروا يقدموا اداء ونتيجه ونصعد للتاهل لدور الثمانيه. عندنا ماتش صعب طبعا في دور الثمانيه بس صعبين من اسيريا او الكاميرون، بس ان شاء الله النهارده نقدر نتحط في 4 ونتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله. طبعا كلها جلسات تحفيزيه، وان منتخب جنوب افريقيا منتخب كبير وجاي يلعب على الفوز، ما مش حاجه ان هو لو يلعب على الفوز يتاهل لدور الثمانيه ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معانا على الهاتف استاذ محمد مراد الناقد الرياضي.